السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم درت لكم نيطونش او كراميل. نبدا لكم بالمقادير تاع لاصوص كراميل ديريكت. عندنا 135 غرام سكر، 25 غرام زبده، و200 غرام تاع كريم فريش سائله. نحطو السكر ديالنا يدوب في نار قليله، لازم ما نشعلوش عليه نار قويه، ونتبعوه بلا عقل. وكي نشوفو السكر ديالنا بدا يسخن ويحكم لاكولور ديالو، ندنيوه من النار ونتعاملو مع درجة الحرارة ديالنا باش ما يتنحرقش. من بعد نزيدو له الزبدة، وكي ندوبو عليه الزبدة نزيدو له كريم فريش كيما دوك تشوفو في لا فيديو. ونخلو لاصوص ديالنا من بعد تبرد، ماشي في الفريجيدار، نخلوها هكذاك برا باش نقدروا نستعملوها من بعد في التسقيه ديالنا. ندخلوا لاباط ديالنا العجنه، نعطيكم المقادير ديالها: 3 حبات بيض، 125 غرام سكر، شويه ملح، مذاق الفانيلا، 75 غرام الماء، لازم يكون بليغاس فيشي، 75 غرام زيت، 210 غرام فرينه، وزوج مغارف صغار خميرة تاع الحلوى نوارة. نحطو البيض والسكر ونضربوهم على الأقل 10 دقائق. من بعد نضيفو لهم مذاق الفانيلا، نزيدو نضيفو لهم الزيت والماء اللي كانوا في المقادير، ونزيدو نخلطوه شوية. وهنا نحطو الخميرة تاع الحلوى ديالنا مع الفرينة، ونضيفوها للبيض اللي ضربناه، ونعاودو نخلطو مدة دقيقة هكداك حتى تندمج الفرينة ديالنا مع البيض المضرب. نفرغو العجينة ديالنا في القالب. المول هذا دونقولكم نعطيكم القياس ديالو اكزاكت، 28 سنتيمتر في الطول و 21 سنتيمتر في العرض اكزاكتومو. نوزعوا العجينة ديالنا في القالب مليح باش تجينا متساوية. من بعد ندخلوها في الفرن من 25 حتى 30 دقيقة في درجة حرارة مئوية 170 درجة. نروحوا للوصفة تاع سيرو اللي نشربوا به لاباط: 500 مليلتر حليب، 100 غرام كريم فريش، و 50 غرام سكر. نحطوا الكريم فريش تسخن، نزيدوا لها السكر، قسمه يدوب السكر ديالنا باش ما يوليش كريستال في الشربات، نخرجوه ونضيفوا له الحليب اللي كنا كاتبينه من قبل، ونخليوها تبرد باش من بعد نشربوا به لاباط. وهنا كي طابت لاباط ديالنا خرجناها، وانا بديت نتقب فيها هكذايا باش كي نشربها الحليب هذاك يدخل كامل ليكوتي وتجي طريه وماشي ناشفه. نشربوها حتى يخلص الحليب ديالنا، وكابابل الحليب هذاك يخرج من ليكوتي من الاطراف، يعني حاجه عادي ماما نصرات لي، تما ما تقلقوش، ما تقولوش بلي راكو درتو حاجه غلطه ولا. ونخليوها ترتاح في الفريجيدار مده نص ساعه. هذه الكريمه اللي استعملتها من الفوق، نعطي لكم المقادير ديالها: 400 غرام كريم فريش، 4 معالق صغار كريم شونتي بودر تاع الغبره، ومذاق الفانيلا. نحط في الخلاط كريم فريش ونزيد لها مذاق الفانيلا، ونخلطوهم خطره باش ينسجموا مع بعضهم. من بعد نعاودو نفتحوا الخلاط ونزيدوا له كريم شونتي تاع البودره، وندربوه حتى تطلع الكريمة تاعنا وتتماسك مليح. نوزعوا الكريمة كما راكم تشوفوا، من بعد نخليها مدة ساعة في الفريجيدار باش تحكم روحها طريبة. يعني
بعد ما خليناها ساعه تاع حد نضيفوا الكراميل كيما راني ندير هكذا، ونزيد لكم نقطه دشتو الكراميل ديالكم شدت روحها شويه، عاودوا حطوها فوق النار باش تعاود تطلق روحها، بصح ما تخلوهاش تسخن باش ما تذوب لكمش الكراميل اللي نحطها من الفوق. وخدموا بلا عقل برك، هذه الخدمه تحتاج شويه وقت، بلا عقل برك كيما راكم تشوفوا، وباذن الله تخرج لكم حاجه شابه. من بعد انا خبيت شويه كريمه، حطيتها بوشادو كيما تشوفوا، لا صار شيء، زينت بالكريمه ديالي من الفوق، الو درت لي تري هكذا، ومن بعد حكمت قصبه وخدمتها كيما نديرو ديسان تاع الملفاي. ان شاء الله تكون عجبتكم الخدمه ديالي، وننصحكم تجربوا الوصفه هذه باسكو والله باينه بزاف. انا عمري ما وصيتكم على حاجه، بصح هذه باذن الله تعجبكم. وكي نكملوا التزيين نخليوها في الفريجيدار على الاقل مده 3 ساعات باش الكراميل تحكم روحها من الفوق، وكي نقطعوها الكراميل ما تحبطناش على الكريمه ديالنا. الور على الاقل 3 ساعات نخليوها باش نقدروا نقطعوها. رانا لحقنا نهايه الفيديو، واش تحبون نقول لكم؟ ان شاء الله نتلاقوا في فيديو جديد. اللي مازال ما ابوناش لاشين ديالي يدخل يابوني باش يلحقوا جديد، ونتلاقى في ساعه الخير، والسلام عليكم.